وعدنا أبي بأن يأخذنا في رحلة إلى مدينة العقبة. حين وصلنا ذهبنا إلى الشاطئ لرؤية البحر الأحمر الساحر، ثم زرنا معرض الأحياء البحرية، تعرفنا فيه على البيئة البحرية، ودهشنا من روعة وإبداع الخالق، كيف خلق هذه الكائنات بأشكالها الجميلة وألوانها الزاهية وأنواعها الكثيرة. فسبحان الله العظيم خالق هذا الكون العظيم.